دفع الاتحاد العام لعمال نقابات السودان عن حقوق النقابات التي تحفظ الحقوق للعاملين بالدولة في وقت رفض فيه الاتحاد عدم تدخل السياسة والأحزاب في عمل الاتحاد، ورفض الاتحاد أي تدخل في حل الاتحادات والنقابات من غير تطبيق القانون وقيام الجمعيات العمومية. وحذر الأمين العام للاتحاد الدكتور سيرل الخاتم إبراهيم من التدخل غير القانوني في خطط وعمل وبرامج الاتحاد، مشيرا إلى أهمية التصالح الوطني وأخذ الحقوق وفق القانون، مؤكدا أن أي تجاوز سيقومون بالتصعيد دوليا في وقت أن للاتحاد دورة معترف بها دوليا تنتهي في العام 2021، ورفض أي تدخل من أشخاص لا علاقة لهم بعمل الاتحاد. وحذر سيرل الخاتم من الضرر الذي يقع على السودان من الخارج في حال انتزاع الاتحاد من غير القانون وقيام الجمعية العمومية. وأضاف سير الخاتم إن العمل النقابي ليس له بالشأن السياسي، كاشفا عن جهات خارجة عن القانون تقوم بالتحريض وإحداث الفوضى، داعيا إلى التفاوض والإحكام إلى صوت العقل بعيدا من الاستهداف وهدم الإنجازات التي حققها الاتحاد إقليميا ودوليا، مجددا بأنهم اتحاد شرعي ويرفضوا أي تدخل غير قانوني. نحن ما مطالبين بواجهة ولا دارين نواجه ولا عندنا حاجة، لكن بعد ذاك فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نحن المسألة بالنسبة لنا، والكلام ده ما يفهم، الكلام ده ما يفهم غير كلام الأخ الرئيس. نحن نسعى للتعاون ونسعى للتقارب مع الحكومة، مش الحكومة دي أي حكومة. نحن جاهزين، أول حاجة اتحاد العمال لا يسعى لمواقع سيادية أو سياسية أو دستورية، زي ما أنا متأكد الوزراء ما سعي إلا إنه نبقى اتحاد عمال. عندهم دور بيقوموا به ونحن عندنا دور بيقوموا به، ولكن الوطن ده بيجمعنا كلنا مع بعض. نحن الوطن ده اللي بيجمعنا ده بنفتكر نحن شركاء فيه. ما في زول طالما إذا أنت دار تلغي الجمعيات، دار تلغي النقابات، بعد شوية يقول دار تلغي الجنسية. لكن طالما نحن في الوطن ده مع بعض، الوحش يقتل ثائرا والأرض تنبت ألف ثائر. ما في طريقة، ما في طريقة قدرنا نحن مع بعض إنه نحن نعيش مع بعض. هذا الوطن يجمع الناس كلهم. طيبة لحياة طيبة.